هذا مش اسمه رسم، رح احكي لماما. هذا مو رسم، هذا خربيش على الحيط. هذا رسم. كاتي يلا نروح نجيب مواد تنظيف وننظفه قبل ما ماما تيجي وتشوفه وتبهدلنا وتعاقبنا. يلا الحيطان. وانت كمان يا بنات ويا ولاد، ما بصير ترسم على الحيطان، بس ارسم على الورق والرسمة رح تطلع حلوة.